غادر مطار القاهرة اليوم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على رأس وفد مصري لتفقد سير العمل ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروع سد ومحطة كهرباء جوليوس لتوليد الطاقة الكهرومائية بدولة تنزانيا الاتحادية. أكد الدكتور عاصم الجزار أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة الدورية لهذا المشروع نظرا لأهميته القصوى للأشقاء في تنزانيا، ولذا تتم زيارة موقع العمل دوريا.